هذا ريتشارد أوين. هذا التمثال له طبعا ريتشارد أوين 1804-1892. There is a natural and irrepressible tendency in the human mind to penetrate the mystery of the origin of living things. وريتشارد أوين كان يوصف بالمدرسة أنه كسول، لكن مع الوقت أظهر قدرات عظيمة في علم الأحياء لدرجة أنه كان من الواجدين لهذا المتحف أو المؤسسين. ريتشارد أوين هو أول من أطلق لفظ الديناصور وسمى جروب ديناصوريا meaning terrible lizard يعني الحرباء الفظيعة. هذا ريتشارد وتحياتنا لك.